تعرف محبة المسيح الفائقة المعرفة. يعني محبة المسيح مش هتعرفوا تجيبوا آخر، عشان تعرفوا ربنا بيحبنا قد إيه من اللي بيعمله معانا. دليل هذا الحب الفائق المعرفة، يعني نعيش عمرنا كله ما نجيبش آخر ربنا بيحبنا، القادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. يعني دليل حب ربنا أن احنا نطلب يمكن يتأخر، ويمكن ما يستجبش، ويمكن يزعلنا، ويمكن نسيبنا نشك أو نضعف، وبعدين يفاجئنا أن اللي بيعمله أكتر من اللي طلبناه وأكتر كتير، أكثر جدا، ومش بس من اللي طلبناه، من اللي ممكن مخنا يروح له أحيانا، يكون حتى اللي مخنا يروح له ده أقل من اللي ربنا بيحضر. في الوقت اللي الواحد في لحظات ضعف يجوز يقول له أنت فين يا رب وما بتستجبش لي يا رب. واحد زي أبونا يعقوب، أبونا يعقوب بعد ما عمل العملة بتاعت عيسو وضحك على أبوه وسرق البركة، كان كل اللي يطلبه أو يتمناه أن أنجو بحياتي. ده كان كل طلب يعقوب، بس أعيش، لأن أخوي عاوز يموتني وديني اترميت في الصحراء واللي زي مش هيعيش. قال له تعيش، تعيش وتشوف عيالك وعيال عيالك وتبقى أبو الأصباط وتاخد اسم إسرائيل وتشوف المسيح بعينيك. إيه ده كله؟ ده أكثر جدا مما نطلب. برضو واحد هيجي في دماغه يقول ما الناس دي كانوا كويسين. لا، أبونا إبراهيم كويس، بس يعقوب ما كانش كويس. يعني عاوز أقول إيه، مش شرط قاعدة أكثر جدا مما نطلب تحصل مع القديسين بس، لا، كل التائبين الغلابة اللي زينا ممكن يحصل معاهم كده. إحنا لما نوصل لعندنا نفسنا في إيه؟ ربنا مش بتاع على قد الطلب أبدا، نظامه دايما القادر فوق كل شيء أن يعطي أو يفعل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. ده نظام ربنا. يا ترى إيه بقى اللي مستنينا تحت كلمة أكثر جدا؟ إيه يا رب المفاجآت الحلوة اللي ممكن تستنينا؟ هنا لازم نعلق على فرق التوقيت. عارفين فرق التوقيت بين مثلا أوروبا ومصر ولا أمريكا ولا أستراليا، ونقعد نقول فرق 5 ساعات، فرق 7 ساعات، نراعي عشان ما يكونوش نايمين وبتاع. بيننا وبين السماء في فرق توقيت، بس مش بالساعات، ساعات يكون بالشهور وساعات يكون بالسنين. فرق التوقيت مش ان الصلاة توصل متأخر، الصلاة وانت بتقولها بتكون وصلت، انما فرق التوقيت يقصد بيه اللي انت عاوزه دلوقتي ممكن يتأخر بس يجي اكثر جدا مما تطلب او تفتكر. تفتكروا مثلا في حياة ربنا يسوع له كل المجد، لما اتولد المسيح هيرودس كان عايش، بعدها بالظبط بحوالي 4 سنين 5 سنين هيرودس مات، هيرودس الكبير اللي عمل مذبحة الأطفال. لما الملاك ظهر في مصر هنا ليوسف النجار قال له خد الصبي وأمه وارجع لمصر لأنه قد مات الذين يطلبون نفس الصبي. طب أنا عندي سؤال لسعادة الملاك، ده ما ماتش ليه من بدري الأخ هيرودس ده وكان خريحنا؟ لما هيرودس قرر أنه يعدم الأطفال مش كان مات ساعتها؟ لو أنتوا اقترحتوا هذا الحل على ربنا، فرق 4 سنين في التوقيت، كان جه المسيح مصر، كنا تمتعنا بالبركة أن العذراء تبقى في بلادنا، يبقى واخد جنسية مصرية، يقول مبارك شعبي مصر، يتقال من مصر دعوت ابني، يدشن مصر من بحر الإبلي، تبقى مصر هي بلده. ما كناش خدنا ده كله لو كان هيرودس مات بدري، في الوقت اللي اي مظلوم كان هيقول يا رب اعمل حاجة في هيرودس المفتري. ايوه بس هيموت هيرودس المفتري، لكن كان لازم المسيح يجي مصر، وهنعيش عليه 2000 سنة فرحانين بدخول المسيح مصر. فرق التوقيت ده كان مصلحة، وأكثر مما نطلب أو نفتكر. آية جميلة أختم بيها تقول إيه؟ لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي. لأنه كما علت السماوات عن الأرض
على الطرق عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. إحنا ساعات بنفكر للأسف وبنفكر زيادة وبنقترح على ربنا كأنه ما بيفكرش، كأنه ما بيعرفش يتصرف. إنما ربنا يقول صدقوني المنظر من فوق غير من عندكم خالص، واللي أنا شايفه أحلى كتير من اللي أنتوا شايفينه، واللي بعمله هتشوفوا نتائجه أكثر مما نطلب أو نفتكر. شوف هات آخر طلباتك كده ونعمل أكتر منها، وآخر طموحاتك وأفكارك وتلاقي أكتر منها. المطلوب نعمل إيه وصدى كله؟ نسلم. سلمنا فصرنا إيه؟ نحمل. المفروض إن إحنا نتعلم نسيب إيدينا شوي، خلي الإيه؟ خلي ربنا يشيلنا شوي زي العيال. واللي يسلم يسلم بفرح وبشكر. لو تعودنا الفترة دي بعد ما قعدنا فترة نصرخ، عاوزين الفترة اللي جاية نشكر كتير، بغض النظر عن اللي بيتقال وعن اللي بيحصل. هنصر ان احنا نشكر، لانه ليست عطية بلا زيادة الا ايه؟ التي بلا شكر. فمش هنبطل نقول اشكرك يا رب بغض النظر عن اي اخبار، وكل ما نقول اشكرك هتلاقوا الاخبار بتبقى احلى واحلى. انما عاوزين نسلم، يعني ايه؟ يعني مش عاوزين نفكر كتير ولا نحسب كتير. خليها بقى على ربنا، زي ما كانت ايد ربنا واضحة تفضل واضحة على طول، فيبقى الواحد يبطل يحسبها، لانه ده كله بيطلع ايه؟ تضيع وقت في الاخر. مع التسليم والشكر نحب اللي حوالينا، لان احنا لينا دور كبير قوي المرحلة الجاية. لازم نحب الكل بكل الطرق الممكنة، لازم نخدم الناس، لازم نصلي للناس، لازم نسامح الناس، لازم نعذر الناس، لازم نقدم المسيح الطيب اللي عندنا لكل الناس. مطلوب مننا كمان نركز على نقاوة قلبنا. ربنا سمح بالتأديبات دي كلها لأن قلوبنا مش نقية. احنا عاوزين نفوق لنفسنا، عاوزين نصرخ قلبا نقيا نخلق فيها الله. هم بره سهل، هم بره ده ربنا حاسبه من الالف للياء، هم جوه شوف انت بقى هتعمل فيه. هم قلبك لازم تشترك فيه مع ربنا، هم السياسة سيبك انت منه، على ربنا من الاول للاخر. لكن خليك في الهم التقيل، هم الداخل اللي عندنا. اخيرا اقول ايه؟ يكون عندنا استعداد نشهد ونستشهد.